ورق محافظه طبيعيه مواد حافظه لها حتى نسخه واحده حتى الزخرفه هذه بعد الخط المعرفي. سعيد أيضا بوجودك بذكرى عروس زيبان للمرة الثانية، لأني المرة الأولى ما شفت فيها بعض الأماكن اللي مهمة جدا والحيوية مثل طلقة اللي العالم كله يتكلم عنها ويسمع عنها، اللي تنتج أجود أنواع التمور في العالم. ما حبيت أفوت هذه الفرصة، وحبيت أني أرجع مرة أخرى لبسكرة وأضيفها لمسار الهضاب لزيارة طلقة إن شاء الله. أرحل هذا أصر على إعادة زيارة ولاية بسكرة نظرا لما للمؤهلات والمقومات الهائلة التي تتوفر على هذه الولاية. هذه الرحلة الثانية بعد الرحلة الأولى لهذا الرحالة، هدفها الترويج والإشهار للمؤهلات والمقومات السياحية التي تزخر بها هذه الولاية.